سوف نتكلم اليوم عن عمل قمنا به ونقول في النهاية أننا نحاول تجنب النزاعات، وهذا استنادا إلى عمل قمنا به أنا وشيرمان منذ 30 عاما حتى اليوم، وذلك وهذا العمل يتعلق بمياه نهر النيل. وما قمنا به يظهر للجميع أننا عندما ننتقل نحو المنافع الاقتصادية أو تخصيصات خاصة بالمنافع الاقتصادية، نرى أننا قد نحصل على فرصة تقليص النزاعات. فهدف هذه الدراسة هو أن نرى كيف يمكن لاتفاقية حوض نهر النيل الجديدة أن تؤثر إيجابا على اقتصاد مصر، وللقيام بذلك سوف نستخدم 3 أدوات تحليلية. أولاً نموذج مائي خاص بنهر النيل، ونموذج تشغيلي لنظام المياه المصري بما في ذلك نظام الري والكهرباء، وثالثاً نموذج سي جي إي ديناميكي يأخذ بعين الاعتبار الطاقة المائية والري من النماذج الأخرى. ولكي أعطيكم إطارا واضحا لنهر النيل ولمصر لمن لا يعرفه، نهر النيل ينبع من لدينا النيل الأبيض، ينبع من إكواتوريا ويجتمع بالنيل الأزرق في الخرطوم، وعندما نتجه نحو شمال السودان لدينا أكبر ويكمل نحو مصر نهر أكبر، ولكن نقول أن 59% من الدفق يأتي من النيل الأزرق و 13% من الأثارة من نهر أثارة، وبالتالي نرى أن هذه الأرقام كبيرة جدا وهي تنبعث أو تتدفق من إثيوبيا، وبسبب تساقط الأمطار ما من مياه متأتية من مصر ولكنها تأتي من الدول المنبع. ونرى أن نهر النيل أيضا يتدفق خلال فترة 3 أشهر عندما تنهطل الأمطار في فترة الصيف على إثيوبيا، وبالتالي تتوجه إلى جنوب السودان، وهنالك توزيع متساو خلال العام، وبعد ذلك لدينا الارتفاع الحاد للنهر الأزرق، فهذا يأتي كفيضان كبير يدخل إلى الأراضي المصرية ويتغير من سنة إلى سنة ككمية. ولكن هنا يمكنكم أن تروا على هذا الرسم البياني في شهر آب وأيلول وأكتوبر تشرين الأول يكون متوفرا فقط للمحاصيل الشتوية، وهنا نريد فعلا أن نستفيد من هذه المياه لكي نوزعها ونزرع موسمين من المحاصيل وبالأخص خلال فترة الصيف. وبالتالي تم بناء سد أول، وعام 1959 تم توقيع الاتفاقية الأولى لنهر النيل بين السودان ومصر، وبالتالي خصص للسودان 8.5 وحدة من الوحدات المتدفقة بنهر النيل، وبالتالي 65.5 كانت حصة مصر. وعندما نخزن هذه المياه في سدود أو في سد كبير يتبخر متران من المياه سنويا، وبالتالي هناك خسارة 10 وحدات سنويا. وبالتالي يمكنكم أن تروا هذا الخط المنقط، ونرى إذا ما قارنا ذلك بالخط الثاني يمكننا أن نعرف ما هي الكمية الأخيرة، وبالتالي نخسر 10 وحدات ولكن ننتقل إلى النظام المتغير، أي الجفاف والفيضانات التي تحصل في وقت واحد.
ونعرف أن يمكن للسد أن ينتج هذه الكمية من المياه أو أكثر. فقد بنيت السدود وخلال هذه الفترة، وفي الجزء الأول من هذا القرن شيرمان روبرتس وأنا عملنا في مشروع لكي نرى قيمة السد وما معنى أخذ هذه الأرقام من الدفق، دفق النهر، وبالتالي وجدنا أن هنالك استفادات اقتصادية كثيرة تتدفق نحو الاقتصاد المصري من قبل القيمة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخطر على القيمة أيضا، نرى أن هنالك زيادة كبيرة بالنسبة للنمو الاقتصادي. الآن سوف ننظر إلى معنى ذلك ضمن الاقتصاد المصري. إذا ما تغيرت الاتفاقية وبات هنالك تشارك بمياه نهر النيل، فهنا نريد أن نرى أن البناءات الجديدة على النيل الأزرق للخزانات المائية الكهربائية، نقول أن هذه الخزانات غير استهلاكية لأنها تولد الكهرباء، ولكن هنالك أيضا مصانع للري ومراكز للري. أما المسألة الأساسية هنا هو تغيير نظام الدفق نحو مصر ضمن الفترة السنوية وضمن ما يسمى بالأحداث الواحدة، حيث يجب ملء هذه السدود وتكون الكمية الموجودة في هذه السدود متساوية بكمية سنتين من الدفق لمصر أو نحو مصر. فوضعنا سيناريو محدد لنرى ما هي أسوأ حالة قد تواجهها مصر في حال بناء هذه المراكز. فأخذنا بعين الاعتبار 15 سنة من السجل الماضي، وهذه هي الفترة المسجلة على الشفافية، ونظرنا إلى أسوأ 5 سنوات جفاف مسجلة خلال القرن الماضي، وبالتالي كتبنا أو وزعنا هذه الفترات في المستقبل لنرى إذا ما كان التوقيت أو الانتقال أمرين مهمين. وبعد ذلك قلنا أن إثيوبيا قد تطور نظام الري الخاص بها مع وصول العام 2020، وبالتالي ينتهي أو تنتهي مدة البناء الخاصة بالسدود على هذه الضفة. كما أننا أخذنا بعين الاعتبار سيناريوهات التغير المناخي، وأخذنا بعين الاعتبار أجفها حتى العام 2050 لكي تكون النماذج المناخية تحدد لنا الزيادات والانخفاضات في الدفق. وأخذنا الأجف إذن، وأخذ بعين الاعتبار بهذه السيناريو نرى هذا الدفق المستقبلي ضمن السد، ويمكننا أن نرى الخط الأسود هنا، وهي أو هذا الخط الأسود هو ما ستكون السلسلة عليه بعد 50 سنة من دون هذه التأثيرات التي ذكرتها. ولكن إذا ما حصل جفاف في عام 2010 وهو الخط الأزرق الداكن، وبعد ذلك قلنا أن إذا ما أتت فترة الجفاف في عام 2020 سيكون الخط الأخضر، وبعد ذلك إذا كانت فترة الجفاف في عام 2020 مع الاستخدام الأقصى. وما يظهر لنا هذا الرسم البياني أو يظهر لنا هذا الرسم البياني التأثيرات السلبية التي قد تحصل. فإذا ما كان الدفق قريبا من الفترة 2020 نرى أن الكمية هي 55، فهذا وقع مهم جدا بعد بضع سنوات من هذه الفترة. فهذا ما حصلنا عليه من النموذج، ونرى أن هنالك بعض التأثيرات الفعلية، لأن السد يمكنه أن يحتوي على سنتين أو كمية سنتين من المياه، وبالتالي على هذه الصدمات أن تخفف. حتى مع تأثير هذه الصدمات أريد أن أظهر لكم ماذا سيحصل في إنتاج الكهرباء المائية. نرى أنه خلال 2 أو 3 سنوات وعندما نحصل على 50% من الطاقة المولدة من السد، سوف تكون هنالك تأثيرات وشروط تاريخية تدخل في النظام خلال هذه الفترة. بالنسبة للأمن الغذائي وسد أزوان
يشغل بطريقة للحصول على أقصى كميات زراعية ممكنة وأقل كمية مياه مستخدمة لتوليد الطاقة. فيمكننا أن نرى أنه في خلال العشرينات أيضا نرى أن هنالك انخفاض في التزويد المائي المستخدم في مجال الري، فنحصل على انخفاض بنسبة 35% في تزويد كميات المياه المستخدمة في الري، فهذا تغيير كبير. فهذه تأثيرات على المصدر أو على المورد الأساسي، وهذا عمل قام به دكتور روبنسون، ولقد قمنا بفحص شامل على التأثيرات الاقتصادية على كل هذه العوامل من خلال نموذج CGE. وهذا النموذج المشغل من قبل الكمبيوتر يسمح لنا بأخذ بعين الاعتبار التغيرات والصدمات الاقتصادية التي قد تنشأ خلال فترة معينة في الاقتصاد. وهذه رسمة سريعة تظهر لنا شكل هذا النموذج، وهو نموذج معتمد في الإفبري. وإذا ما نظرنا إلى هذه العوامل المختلفة نرى أن المؤسسات مثلا لدينا الأسر على المستوى الريفي والمدن بالإضافة إلى الإنتاج، وبعد ذلك لدينا رأس المال والعمل والمياه بالإضافة إلى الأرض. إذن الأرض عامل مهم وأساسي في مصر. وعندما عملنا على هذا النموذج نرى أمورا كثيرة مثيرة للاهتمام. أولا نرى هذا النمط التاريخي في الأعلى، وبالتالي نرى المستوى أو نرى النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي كجزء الزراعي، وهذا الرسم يظهر لنا ما حصل منذ أخذ المياه من السد واستخدامها في مجال الري. نرى أن النسبة تختلف أو تنخفض من 30% إلى 20%، وهذا يعزى إلى توليد الطاقة من خلال الماء، وهي طريقة غير مكلفة، مما سمح بتصنيع أو نمو القطاع الصناعي. والنموذج أيضا يقول الآن أو يظهر لنا الآن أن هناك تغيرات بنيوية في مصر، بينما تنخفض النسبة من 14% إلى 6%، وهذا مزيج من التاريخ والتخطيط. فعندما بدأ استخدام السد في توليد الطاقة يمكن استخدام 70% من هذه الطاقة وتوزع على ويمكن توزيعها أيضا على مصر، وفي حين ازداد الطلب على الطاقة لم نستطع أن نزيد من استهلاك المياه الموجودة في هذا السد. أما الوسائل الأخرى لتوليد الطاقة فكانت مختلفة وغير متعلقة بالطاقة المولدة من قبل المياه، والآن نرى أن هنالك 10% من توليد الطاقة الإجمالي، وهذه المصانع في مصر ستكون مصدر بنسبة 2% من توليد الطاقة في مصر. فهذان العنصران يدخلان في التغيير البنيوي الاقتصادي في مصر. وأخذا بعين الاعتبار كل تلك النقاط، ما استطعنا القيام به هو أن نرى أنه ضمن التغير البنيوي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التغيرات الأساسية على الاقتصاد المصري. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار النقطة النهائية علينا أن نعرف ماذا سيحصل الآن في الهيكلية أو في البنية الأساسية. فإذا ما نظرنا إلى هذه الانخفاضات بنسبة 20 أو حتى 60% سنويا من المياه المتدفقة نحو نهر النيل، نرى أن هذه المياه تذهب إلى
سد أسوان، وبالتالي هنالك انخفاض بنسبة 6% في إجمالي الناتج المحلي مع حلول العام 2010، وفي العام 2030 ستنخفض هذه النسبة إلى 3%، وفي العام 2040 ستكون النسبة 1%. إذن هذه التغيرات البنيوية تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد يعتمد كثيرا على هذه المصادر، أي مصادر المياه، إلى اقتصاد لا يعتمد على الموارد المائية. إذا ماذا يعني كل ذلك؟ إذا ما نظرنا إلى التأثيرات الاقتصادية غير المخففة التي قد تحصل في هذا السيناريو الأسوأ، نرى أنه مع حلول العام 2020، وبالرغم من أن الاقتصاد لم ينتقل بعد لتكون الزراعة قطاع مهم جدا، نخسر هنا حوالي 2.5% من إجمالي الطاقة. لديك دقيقتين، وبعد ذلك لدينا سنتان من الخسارة بنسبة 35% من المياه المستخدمة في مجال الري. هذه التغيرات الاقتصادية شائعة في مصر، وكنا نراها أيضا في القوات ما قبل السدود. فيمكننا أن نرى الاختلافات في تدفق مياه نهر النيل، ونرى أن هنالك اختلافا كبيرا في الكميات من سنة إلى أخرى. وهذه التأثيرات أيضا ستكون أقل بكثير إذا ما حصلت فترة الجفاف في عام 2040. ونعمل أن لا تحصل هذه الفترة حتى بعد 100 سنة، ولكن إذا ما ضربت الأرض بهذا الجفاف سيكون التأثير أقل. ماذا نفعل لتخفيف هذه التأثيرات؟ يمكن يبدو بوضوح أن مصر تستهلك مياه كثيرة في زراعة المحاصيل، وذلك نظرا إلى خطة إدارة المحاصيل. إذا تعمد الحكومة إلى تخصيص موارد مائية كبرى جدا، ترون إلى ناحية اليمين من الشفافية منحنى الإنتاج الخاص بالمحاصيل، ويتم تسخير الكثير من الموارد المائية لكي يتم تفادي خسارة المحاصيل. يمكن أن ننظر إلى اختيار المحاصيل البديلة، مثلا استيراد بعض المحاصيل أو تغيير أنواع المحاصيل لكي نحسن من الهيكلية الاقتصادية. إلى ذلك، إن كنا نقلق من حدوث موجات جفاف، يمكن أن نبني السدود، إذ أن 30% من هذه المياه المجمعة في السدود يتم تخزينها لاستخدامها في حالات حدوث موجات الجفاف، وذلك يخفف قليلا من خطر الجفاف. قد نواجه نوعا من الفيضان الصغير في حال كانت كمية المياه فائضة، لكن هذا أفضل من حدوث الجفاف. ومن المفترض باتفاق جديد لتقاسم مياه حوض النيل، من المفترض أن يؤدي إذا هذا الاتفاق إلى تحسين طريقة تقاسم استخدام المياه. أما السودان وأثيوبيا فيمكن لهما أن تخففا من استهلاك المياه في الري كأنشطة هادفة إلى التخفيف من استهلاك الموارد المائية. يمكن أيضا للبرك الأفريقية الإقليمية الخاصة بالطاقة أن يمكن لها أن تعوض عن النقص في الكهرباء. إلى ذلك من الممكن أن تتم زيادة الاستيراد الزراعي الآمن، ما يساهم في حماية مصر من القصور والنقص. ومن الأنشطة التي ننظر إليها أكثر فأكثر نذكر استيراد الكهرباء بكلفة متدنية على المدى الطويل من أثيوبيا، إذ أن أثيوبيا غير قادرة على استيعاب الطاقة التي يتم إنتاجها، وبالتالي ترغب أثيوبيا في إبرام الاتفاقيات من أجل تمديد الشبكات ومد مصر بالكهرباء، ما يزيد من النطاق الخاص بالتغيير الاستراتيجي ويجعل من مصر أقل هشاشة. خلاصة الموضوع،
تعتبر التغيرات والآثار الاقتصادية على تنمية النيل في منبعه في مصر بالغة الأهمية، لكن بالرغم من أن التغييرات ستكون مؤلمة بالنسبة إلى مصر، غير أنها ستكون قابلة للإدارة، ما يساهم في السماح لمصر من استخدام هذه الشبكات للحصول على كهرباء بكلفة متدنية. إلى ذلك يمكن إبرام اتفاقيات لكي يتم تفادي استخدام أو لكي يتم تفادي التعرض لموجات جفاف حادة جدا، وذلك من خلال التعاون. بالإضافة إلى هذا يمكن أن يتم تقاسم المنافع سواء على المنبع أو في بلدان المصب. بالطبع النزاعات محتملة، إذ يبدو أن تنمية الموارد المائية في منبع نهر النيل قد تبدو خطرا، لكن يمكن أن نتفادى هذا النوع من المخاطر من خلال التخطيط والاستشراف. شكرا جزيلا.